كبيرات ومدير المؤسسات الدينية الابتدائية والإعدادية، السيدات والسادة المفتشين والمفتشات، منسقات ومنسق الأندية التربوية والمؤسسات التعليمية، عزيزات التلميذات، أعزائي التلاميذ، نرحب بكم في هذا النشاط التربوي المتعلق بتقاسم أعمال الفريق التربوي المصغر حول أدب الطفولة والشباب، والذي هو تحت شعار تؤطره الأستاذة إيمان المسناوي مشكورة، سيد رئيس جمعية فريقين بجمعية التعاون الدراسية، أيضا مرحب بك. لا يمكنني أن أشكر الأستاذ أحمد أشرفي المدير الإقليمي للمركز الثقافي الذي منحنا هذا الفضاء الجميل لنقيم فيه هذا النشاط. أطلب من عزيزات التلميذات وعزيزات التلاميذ أن يقرموا هذه القاعة ويجلسوا بهدوء وما يكونوا حتى شي حاجة من سي بوشكرا حفاظا على نظافة هذا الفضاء. أطلب أيضا من المؤطرات والمؤطرين أنهم يقابلوا ويساعدونا في التنظيم مع التلاميذ. نختار ما نفتتح به هذا اللقاء وآيات بينات من الذكر